ممثلة موهوبة ومعروفة، نزلت بوست الحقيقة واضح جدا ومش محتاج تفسير. أنا هقرأ البوست. آيتن عامر الموهوبة زي ما قلت والمعروفة، آيتن نزلت وقالت: الصورة دي كانت زي النهاردة، كان وقتها وزني 61 كيلو تقريبا، وبما أن اليومين دول حوالي 80 كيلو، لما شفتها حسيت أني لازم أبدأ أرجع لوزن الطبيعي بقى عشان ما يصحش كده، وعشان كده أنا هبدأ النظام الصحي اللي كنت ماشي عليه بمساعدة دكتوري. هو قال لي 3 شهور وهرجع زي الأول، بس بإذن الله هوصل في أقل من كده. البوست ده أنا بدبس نفسي بيه قدامكم كنوع من أنواع الضغط، الضغط على الذات يعني. بإذن الله كل أسبوع هبأنزل بالنتيجة، وفي الآخر هاشتاج يا رب تخس يا تتح. خلينا نستقبل الفنانة آيتن عامر. اتفضلي ايتن. قمرة خلاص عيط، خلاص عيط، شكرا. نس معاكي. ايوه حلو التشجيع. قبل ما اقول اي حاجه لازم كلنا شكرا بجد. اهم بقى من الخسسان واهم من التدبيس لازم ابارك لك الف مبروك على مجالك. الله يخليك يا رب. وهو ده مربط الفرس بالظبط. ايتن لسه ربنا رازقها بمولود جميل زي القمر، وزي اي ست في الدنيا محتاجه انها ترجع لمصالحها. محتاجه وقت بقى ترجع بالظبط. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. انت جبتي ايه بقى؟ يوسف. يوسف ربنا يحميه لك. الله يخليك يا رب. عنده قد ايه دلوقتي؟ لسه يعني اولموست شهرين. شهرين؟ طب ما انت مستعجله على ايه؟ ما انت قدامك وقت. يعني ليه مدبسه نفسك ومنزله صورك بيفور اند افتر وحاجات كده؟ انا عمر ما ده كان وزني، يعني انا حتى لما في ولادتي الاولانيه كانت عندي ظروف صحيه خلتني ولدت قبل ميعادي بكتير قوي، فيمكن الوزن ما لحقش يزيد للدرجه، فوصلت ل 76 المره الاولانيه، ورحت للدكتور احمد برضو ونزلنا في تقريبا في 3 شهور ونص او 4 شهور، كنت بتدلع بقى الزياده ما كانتش كتير، لكن لما لقيت نفسي وانا داخله ول 90 كيلو انا عمري ما وصلت الوزن ده، انا كنت 60 كيلو، انا كنت فراشه يا جماعه. انا اتخطفت، انا اتضحك عليا. والله بجد داخله 90 كيلو، انا مش مصدقه الميزان، عماله معلوم ده بجد يا جماعه. انا مين 90 كيلو؟ بس يا ايتن لازم تعرفي ان دي صدمه كل الستات او 90% من الستات لما بيولدوا، يعني بيبقى في زياده في الوزن. طبعا هو مش كلنا طبعا بيجرى لنا كده، يعني هي بتبقى حالات واختلافات حسب انت كنتي ماشيه في حملك عامله ازاي، الدنيا مشيت معاكي كويسه ولا لا. يعني مثلا عندي واحده صاحبتي زادت في الحمل كله 10 كيلو، هي بتبقى حظوظ زي ما بيقولوا، بس ان انا ازيد 30 كيلو دي لا، دي حاجه تعبتني جدا نفسيا، ان ده مش وزني، انا مش قادر، انا يعني ايه ابقى قاعده مش عايزه حد يقومني، يعني ايه؟ يعني ايه اوصل للمرحله دي؟ طبعا ده رزق من ربنا، وانا طبعا الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. ده تارجت يعني وحلم ناس كتير جدا تتمناه، فانا اكيد بحمد ربنا على ده. بس هي مشكله كلها، عارفين لما تبصوا في المرايه تحسوا انه مش انتوا؟ هي دي بس الفكره. ده في كام هنا بقى يعني. لا هي دي بس المشكله، والله مش اكتر. لا اللي بيتفرجوا معانا عارفه، متابعين مع عين حاسين بتتكلم عنهم. بس هي الفكره كلها هي فكره تقبل الذات. انا مش متقبله ذاتي وانا 90 كيلو، لكن في ناس تانية بتبص في المرايه مبسوطين جدا بنفسهم، دول انا بقول لهم اوعوا تعملوا دايت او تفكروا. ما دام انت متقبل ذاتك كده تمام، لكن انا لو كنت فضلت بالوزن ده انا كنت هتعب نفسيا، هدخل في مراحل اكتئاب، ابتديت اعيط طول الوقت، مش مبسوطه، مش انا. ما يمكن ده اكتئاب ما بعد الحمل والولاده. ازوده بقى بوزني الكتير، ازوده بقى باني انزل صوره الاقي الناس نازلين عليا سلخ، ايه ده يا مالها بقت زي الدبه كده ليه؟ هي تخنت كده ليه؟ يا ربي يا ربي. هو ده بيحصل اصلا من 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 وانا في ايوب، يعني من وانا لسه ما المسلسل. لسه مكتشفه تقريبا ان انا حامل في نص المسلسل، يعني ده بيحصل اوريدي طول الوقت، حتى وانا مش عامله دايت، حتى وانا مش 90 كيلو. بس تبقى هارش او تبقى قاسيه قوي وهي فعلا، فما كنتش هستحمل بقى، فقلت انا ما دام قادره اقفل بقي واعمل دايت واحترم نفسي انا هبدا، وان شاء الله ربنا يقدرني، وبدات الحمد لله.